في اليوم نحن نقول يمكن أنواع المخدرات قبل 10 سنوات أو 5 سنوات كانت كأصناف ونماذج معروفة بشكل عام. التحدي الموجود أن اليوم أصناف المخدرات زادت وأنواع زادت، يمكن حتى العقاقير الطبية منها أصبح إذا أخذ بجرعات زيادة يعتبر نوع من المخدرات. وأعتقد أنها التحديات الموجودة على الأجهزة اللي قائمة في مكافحة المخدرات على أساس أنها تستشرف المستقبل، شو الأنواع المستقبلية بتكون موجودة في صحيح مثل ما قلت لنا اليوم في القيادة العامة لشرطة دبي نسعى أن احنا نتواصل ونوقع مذكرة تفاهم. يمكن اليوم نحن موقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة نبراس، كذلك في عدة مشاريع بين القيادة وبين هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة، ما بنقول في زيادة، في استخدام أفضل الخبرات في هذا المجال.